واضح معناها سي تري انتريسون سورتو انت ما قلتليش قداش ليفيكتيف اللي عندكم في دوز وتخدم على البروجي هذوما الكل ترقدوا ما نوم نرقب شويه مش نرقب شكون مش نرقب الجمله ما عندنا لي بارتنير نتاعنا اللي هما خادمين برشا حاجات خاطر نخدموا يعني ما نحبوش نخدموا حدنا عندنا لي ساجير زاد في تونس برسك عندنا اون فانتين تو قاعدين نخدموا فيهم في حاجات مزيانه برشا دي بروجي انوفون نتاع كونكور 2025-2030 كما السمارت كوكبيت يعني يكون كوكبيت يعني ما عادش دور دوكم مش يكون كله تكتيل تسلامش طبعا لا تسلا صغير اللي احنا نحكي على حاجة انورم فهمت الحل الوحيد اللي عملوها هذا اللي شفت تاليس عملتها ويخرج البانل هذا يخرج 2030 ان شاء الله نخرجوا حاجه في اللايت سبورت كارت يعني مش في قبل يعني 2025 ان شاء الله يخرج نخدم على بوكو دو بروجي اخرين كيما دغون عندنا دغون انا ديجا يعني عندنا بروجي مع وزاره الدفاع ووزاره البحث العلمي والتعليم العالي بوغ دغون يزيع ان افيون من طياراتنا نحكي على دغون نتاع 8 متر دغون معناها مش اللي بالتليكوموند صغير هكا يصور هكا لا أبدا كذا لا كنت مش تشي واحد من تجيا يعني بسون أورو ولا بسون أورو استنس على الدرون اللي بال شو تسميه هما معنا بال هليكوبتر مروح ولا الدرون الدرون بتاعك الأمريكان الأخرين ولا ما حبكش تخاف أول حاجة عرفت من الدرون بتاع الأمريكان اللي نحكي عليهم أنا أي الدرون الدرون سيسون الدرون مال يعني ميديوم أتيتود يعني يطيروا يعني 24 ساعه وقاعدين نخدم على المشي هذاك وفات يعني ثم مش حلو موضوع يعني بعد اذنك هي لاندستري دو لارمومون لاندستري دو لا ديفونس ما نعرفش يعني في الخارج يعني عادي جدا كي تقول نخدم مع بوينغ ديفانس ولا نخدم مع تاليس ولا نخدم على فهمت على هليكوبتر تاع كومبا ولا على رادار ولا حاجه بالعكس تكون في اختي في الخارج كي تقول نخدم في حاجه كيما كي كمان عاد لعبت في تونس الناس كل تقام يروحوا الناس كل تقام خايفين كل اي دوله عندها يونيتي دو ريشيرش ودي ديفونس معناها هما في فرنسا ديجا حتى فما عباد حتى عندهم ناسيوناليتي فرونسيز وما تدخل تخدم في الدومين هذاك كان مسيره بيليتاسيون ويشوفوا خاطر الدوله عندها دفاعاتها عندها جيشها عندها أنا أي دولة باش تريكروت انجينيرات هو اللي كانوا العباد الكومبيتون في الدومين نتاعها باش يعملوا لها كما قلت هذه سمين في اختي في الخارج في تونس ميزات سوجي تابو 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 انه حتى مثلا يتخدموا في دي كومبوزون ديفونس ميليتير يعني في تونس في شركات في تونس ويتبعثوا للخارج هما بون شركات يعني سو تريتونس بيان سور اما ما يقولوا لهمش في الحاجة هذه خط ستين سوجي تابو فهمت يعني من حتى حد يحب يحكي فيه والناس كلها هربوا منه جات ثاني 2017 حبينا نحكي شويه في الموضوع هذا بون هي الرئاسه الجمهوريه وقتها حبت تحكي في الموضوع هذا ونداونا احنا كشركه تبنا حبوا ياخذوا راينا فهمت وعملنا يعني محاضره كامله على الاندستري دو لامومون كيفاش لازم تكون كيفاش سيتان لوفي ايكونوميك قوي برشا للبلاد نحكي c'est un domaine à très grande valeur ajoutée وينجم مثلا 1000 انجينير في الدومين هذا يدخلوا قد 50000 انجينير في دومين اخر صحيح 100000 انجينير في دومين اخر وبرسم نعرف فاش قاعد نقول دونك احنا كافيناف ناديو من الباج نتاعكم من القناه نتاعكم هذيا انه لازم نحيو السوجي هذيا نحيو ما عادش يكون تابو يعني تابو على حاجه صحيح لازم يتحل على خاطر على ستان لوفي ايكونوميك قوي برشا وفي تونس ديجا الايروسبيس قاعد يخدم معنا 17000 امبلوي في الايروسبيس في الدومين تاع الايرونوتيك لا جوست انا سؤال باش نوضح قبل ما نقدم في الموضوع هذا خاطر يمكن ان شاء الله ما نكونش فهمتك بالغلط تقصد تخدم للارمومون تاع تونس ولا تخدم للارمومون تاع والقطاع على تصنعهم تمشي لدول اخرى لجيوش اخرين فما فرق في الحكايه دي
اول حاجه مثل ما فرق في الشيء هذاك، خط التلس ولا بوينغ ولا يخدموا في نتاع بلادهم نتاع برا يعني، فهمت؟ احكي لي فما فرق في المونتاليتي تونس، تقول لك كان تصنع حاجه الجيش اوكي، كان تصنع حاجه الجيوش تحارب فيها نو، هذا ايش حبيت نفسر لك؟ اول حاجه مش قاعدين نحاربوا حتى حد احنا ميتافور معناها تحارب فيها فهمت ايش نقصد؟ احنا بكل وضوح بكل شراسه زاده نجموا بها العالم الكل الا اسرائيل، واضح بما هو يعني هذه نقولها يعني بكل وضوح بكل صراحه. وكي نحكيو ديفونس خلينا تو نحكيو في الديفونس، هكاو ديفونس يعني دفاع يعني نروح باش نعمل سورفيونس تاع الحدود نتاعو، العالم الكل يحتاج باش يعمل سورفيونس تاع الحدود نتاعو. والديفونس ما تعنيش سيستيماتيكمون الحرب يعني انك تمشي تغزو بلاد اخرى، لا مثلا يعني عندنا الارهاب بالضبط بالضبط الارهاب يعني تحمي حدودك لازمك دي سوليسيون تاع سورفيونس ايريان، الطياره قاعده تطير وقاعده تصور. والعباد فؤاد تخاف من الحكايه هذه، باش نفسر لك جوج سامحني خسيت عليك، تخاف من الريتور عليها هي، معناها يقول لك اوكي انت اليوم تقول لي جو سورفي الارهاب وجو سورفي الحدود، شكون قال لي ما تعسش عليا غدوه؟ حتى في فرنسا وحتى في امريكا وحتى في الدول الكل يخافوا ديما الشعوب من الدول نتاعهم لا ترجع عليهم بالحاجات هيك، معناها تستعملها كونترهم هم، هذه جوست المخاوف علاش فما ديما الفيزيون هيك في روس العباد. فسامحني كمل. ديجا قاعدين يعسوا عليكم على الشكل. صحيح هما ما يستحقوش طيارات من اصلك، نحب يعسوا على العباد. فين الطيارات يعني معموله باش يعسوا فريمون على الحدود وعلى خاطر ثم اختار غيال، ناخذ حتى تونس الشعابي اختار غيال بن قردان فما اختار غيال يعني على تونس، دونك الناس تحتاجوا على الاقل يعني كيف في تونس على السيرفيونس هذه، على حتى الطيارة تطير تعمل دي كاميرا يعني كما اللي عندنا اللي اون كونفانسي في طياراتنا يعملوا على 25 كيلومتر الزوم تاعهم على 25 كيلومتر، نحتاجوا يعني بور سكاني لي زون، مش لازم نبعثوا الجنود نتاعنا باش يمشطوا شعبي ودون تو لي كا باش نشريو طيارات نتاع درون ولا طياره نتاع سيرفيونس من امريكا من فرنسا ولا من الدول اللي قاعد تبيع وباش نشريوهم بالغالي. علاش فاضل نشريو احنا بالغالي؟ نصنع واحد. لا هذه جو سوي بور في الحاجه هذه عندك حق 100%، علاش نشري من دوله اخرى كي نجم نصنع؟ بالضبط. وكي احنا نحبوا نعملوا حاجه نتاع سيرفيونس والدول الافريقيه مثلا قاعدين يشريوا من الطيارات تاع سيرفيونس من الدول الكبيره، علاش مش حتى احنا نوريهم نبيعوا لهم طيارات؟ بيان سور قد يجي بول يعني في الماركتينغ يعني حاجه ارخص واحسن. فهمتك. دونك يعني مثلا جارتنا الجزائر مثلا نبيعوا لها طيارات تاع سيرفيونس الكوم تاعها ما تفوتش 250 دولار باغ اور، باغ كونتخ يعني الكوم تاع السوليسيون الاخرين في 3000 4000 دولار باغ اور. كي نحن نبيعوا الشيء هذايا ونصنعوا الشيء هذايا، أول حاجة يكون عندنا بريزونس بوليتيك وجيوبوليتيك قوية برشا في لونتوراج نتاعنا، ثاني حاجة فما عائلات تونسة باش تنجم تعيش متفردة أكثر، تقري صغارها وتشري اللي كراها كيما يشريو في أوروبا ولا في أمريكا، وعند الحق يعني تشري دار، وفهمت مش كيما توا الناس كل قاعدة تحارب بشهريا تاع التكستيل اللي هي متفوتش على زون الساحل بليتو هذاك اللي شاعله في الساحل بيبون اكزومبل على الساحل في كنت في رقاب سيدي بوزيد يعني ناس تعيش بالشهريا تاع المراه تخدم في الفلاحه يعني 250 دينار في الشهر. ايه هو سي بيان ديفيرسي معناها انك تعمل اندستري ديفيرس، احنا في تونس ممكن نركزوا على التوريزم نركزوا على التكستيل نركزوا على الدومينات يجيبوا الفلوس ولازمنا نديفلوبيهم بيان سور، اما لازم سي با ديفلوبابل مثلا التكستيل شو ني بلو ديفلوبابل، علاش؟ على خاطر ما تنجمش في لا كونكورونس الدول كيما مدغشقر وكيما الصين وكيما كذا بسالير نتاع اوفريير في التكستيل فوق 200 دولار باغ باغ ولا 100 دولار في المنطقة. بنفس اللوجيك نقول لك كيف في الطيارات ما تنجمش تي كونكورونس مع شناوه باش يصنعوا لك 2000 طياره في النهار، انت ما تنجمش يعطيك الصحة توا باش نقول لك انا هذه الجواب نتاعو واضح وحاضر انه السافوار فير الموجود في تونس واللي تعطاني
بعد 30 عام يعني ولا 25 عام كما تقول إغتاج من السوت خطانس في الايرونوتيك. الصين ما عندهاش في دومين معين. مثلا حتى الدول الإفريقية لو كانت تحب تدخل في الكولتور هذه ما تنجمش، علاش؟ الخطر عنا ديجا عنا 17 ألف عامل في الايرونوتيك. دونك نحب نحط الكولتور، نحط الاندستري هذه في تونس، الاندستري تونيزيان مش سو تريتونس، يعني الشركات التوانسه واللي كونترا يتصحوا في تونس مش في باريس. نحب نحط الشيء هذا في تونس باش نلقى الكولتور موجوده، الناس ديجا يعرفوا شو معناتها ان 9100، يعرفوا شو معناتها، يعرفوا شو معناتها يعني تو سكي ستاندار، تو سكي سودور ايرونوتيك، تو سكي ديفلوبمون انفورماتيك امباركي. Les écoles d'ingénieurs en la quarantaine. يعني عندنا البروفيل البلاد كيما تقريبا يشبه، نقولوا يشبه ما يقربش ما يشبه لاسرائيل، انه شويه ناس وناس يعني اوتمو كاليفي. الشيء هذا مش موجود في دول كيما الصين، ولا مش موجود في دول كيما افريقيا. دونك احنا عندنا الشيء حاضر في تونس، جوست يعني نزوا بوتون نقولوا كي سياسيا، نقولوا كي نحبوا ندخلوا في الدومين هذا، نحبوا ندخلوا في الاندستري ايرونوتيك، الاندستري نتاع لارمومون. ويخدم بيان سور يعني البوليتيك نتاع الماركتينغ يعني نتاع الشيء هذايا والاندستريال وكل شيء، ولونسيو لي بروجي كيما هكا. افونا يعني من الشركات الوحيده في تونس اللي تخدم، اول حاجه من الشركات الوحيده التونسيه اللي تصنع الطيارات، تصنع الطيارات. اكثر شركات يعني كما نقولوا ياخذوا جيتاس، مثلا جيتاس هي اسوسياسيون تاع شركات اللي في تونس اللي تخدم في الايرونوتيك. كنا 17000 عامل في الايرونوتيك، فما منهم تقريبا 90 ولا 95% من الشركات شركات فرنسيس. فهمتك. يعني شركات شويه توانس اللي يعملوا لي كونترا في تونس، يعني اغلبهم دي سو تريتونس، وانا شركات كبار كيما زودياك كيما ستاليا كيما كذا يجيو يسانسر في تونس. اللي طون تاو باش نخمو في شركه تونسيه دي ستارت اب توانس يخدموا في الدومين هذا، كسوا يعني ديفلوبمون انفورماتيك، الكترونيك امباركي، الكتريك، الكترونيك، كومبوزيت، ميكانيك، كل شركات توانس. معناها شكون لي كومبيتيتور ديريكت نتاعك في تونس ولا فون برا، ولا في تونس ديزون فور كومونسي؟ في تونس والبرا شكون؟ برا فما تيكنام، فما بيبيسترال، فما لايكون اي 5، شركات يعني في معناها بون كي نحكيو على دو جيون دافياسيون ايربوس بوينغ، ما يعملوش النوع هذاك، ما يسون با سبيسياليزي في نوع الطيارات. لا ما لا خاطر هما مونوبول هذوكم ديجا معناها. الحمد لله في اللايت سبورت كرافت مش مونوبول. اوكي سي بيان، معناها عندك شانس. احنا نحبوا المونوبول بصراحه. ان شاء الله توريكم المونوبول، ساعدنا احنا كدوله. لا ونجموا راهو تبلونتي سيرتو بالكوفيد، يعني الشركات الكبار، الشركات اللي عندهم فيها فلوس يعني قاعدين يخسروا. واحنا توا عندنا المارشي افريكان. بالتوسكي يعني الحاجات اللي صحناهم توا يعني في المارشي الافريكان، وحنا الدوان وكل شيء، احنا بصراحه تخي بيان فافوريزي في العالم نتاعنا على الاقل. لو كانت تتحرك دوله تونس يعني والسفراء نتاعنا يضربوا بالبونيه كيما يعمل مثل ماكرون ولا ترامب، يمشي للبلاد. انا درا شكون هولندا وقتها مشى، وماكرون وغيره يعني يمشي للامارات، فاش يعمل يمشي يبيع في الطيارات تاع الايربوس. يا اخي من اكثر الشركات الفيرتي بالنسبه لهم في العالم. انا لا يعني كي رئيس دوله يخدم كوميرسيال، انا نقعد به ثاني شبيه، اما السيسا هذه هو العالم يعني. يمشي لدول اللي يبيع سلاح الامريكي، معناها عادي ماهوش خفي. هذه اللي مش فاهمينه السياسيين نتاعنا، انه لازم تخدم كوميرسيال للبرودوي نتاع بلادك. في بينهم ما ينتوشكي البوليتيك والسياسة الخارجية وكل شيء، يعني هي السياسة الخارجية وأصدقاء وكذا ودول شقيقة وصديقة. لا، هي سي دي كوميرس، مش منحين احنا في تونس
ان البوليتيك هي سي دي كوميرس. العالم كله فاهم شي هذا الا تونس. بين السفير انا يمشي يعمل سفر نعشني الحكايه يعطي الفيزا يعطي فيزا وعنده دار فيلا في بلاد معينه ويمشي يعمل لي بوست كافيه وحكايه. لا راك سفيره كان سي دي كوميرسيال سي دي ماركتينغ تاع بلادك تاع لي برودوي تاع بلادك باش نجمو العائلات في بلادك واللي اغنياء العباد تعيش مرتاحه تخدم ولاد بلادك هذيك هو دونك لو كان الدبلوماسي نتاعنا تكون دبلوماسي ايكونوميك شويه بريمو راني نعمل حاجه كبيره في العالم ان شاء الله.